يعني اليوم زيارتنا لدولة الرئيس بري أكيد تنحطه بجو شو صار معنا مع الوفد اللبناني بالقمة الفرنكوفونية. مثل ما بتعرفوا نحن بالقمة الفرنكوفونية كان في كتير تعاطف مع لبنان ومع قضية لبنان. علينا الصوت قد ما فينا وطرحنا شعارات وطرحنا أرقام ويعني حكينا بحقيقة الأمور. يعني الشيء اللي خليني أقول أنه في كتير دول هني عندن جانب واحد من القصة وجانب واحد من الخبرية. على كل يعني نتج عن كل هذا العمل أكيد بدعم وبنية صافي كتير من الرئيس إيمانويل ماكرون، نداء من أجل لبنان، وهذا النداء أكيد بيطالب بأنه وقف إطلاق النار، وبيطالب أكيد بتحييد المدنيين من كل الشيء اللي عم بيصير بلبنان. نحن بدارنا أكدنا أنه نحن متمسكين كحكومة لبنانية بالمبادرة الفرنسية الأمريكية اللي هي تقضي أنه يكون في وقف إطلاق النار لحين حل الأمور وتطبيق 1701. كمان منقول أنه الفرنسيين أخذوا مواقف، ومواقف أكيد بيّنت على الإعلام تمنع توريد السلاح الهجومي لإسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك رح يكون في مؤتمر خاص عن لبنان يكون فيه الرئيس ماكرون بفرنسا بآخر هذا الشهر، وأكيد تداولنا بأمور أخرى العلاقة بالأوضاع الداخلية بالبلد وبأوضاع النازحين وبموضوع التعاون يلي نحن منعول عليه بهذه المرحلة الضائقة بين اللبنانيين جميعا. وشكرا.